للشعر والشعراء حصة في برنامجنا الصباحي لهذا اليوم، وراح نستقبل ضيفنا الشاعر غالب البدراني، أحد شعراء مدينة الموصل. نقول قيارة. قيارة. قيار الموصل. قيار الموصل واحد إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير على قناة سرة من رأى، وتحياتي إليك كشخصيا واستقبالك إلي. وقبلت انه ادردش وياك وانت فاتح امالك للشعراء وللجميع المواهب الجميع. وبرنامجك هذا اللي استقبل جميع المواهب وحفز المواهب الباقيه، وطبعا هذا النوعيه فريده يعني تكون موجوده بقنوات، موجود انه اكو قناه تختص بس بالشعر يعني. صحيح. بينما برنامجك دعم جميع المواهب، وهذا الشيء حلو يعني. اكيد احنا حاضرين، ومن من يعني من كلامك اللي تقوله اكيد نجدد دعوتنا لكل من يتوقع او يحس انه نفسه عنده موهبه وما حد مسلط عليه الضوء، انه ابوابنا مفتوحه للجميع. غالب، اريد نعرف منو غالب البدراني بالبدايه. غالب البدراني، غالب هاشم عبوش البدراني، مواليد 86، اسكن ناحيه القياره. سابقا كنت بالموصل، يعني انتمي الى اتحاد ادباء الشعراء الشعبيين بال 2006. بعدين انتقلت الى جمعيه الشعراء اللي كان يترأسها المرحوم الاستاذ طلال عبود الله يرحمه. وحاليا الجمعيه قائمه وامسياتها ونشاطاتها. حلو. من شلون كانت يعني البدايات من الصغر، او انت يعني اكتسبتها بالقراءه وهذا الكلام؟ ست العزيزه، بالبدايه كنا احنا ولد قرى يعني. فكنت اكتب على المواقف الطريفه، يعني تصير تحدث موقف قدامي. ايش قد كان عمرك يعني؟ تقريبا 12 سنه. اي اكتب قصائد بس بعيد عن الوزن. يعني تعرف الشعراء ملتزمين بالوزن والقافيه وشبه ذلك، لكن باستمرار القصائد الهزليه وغير الهزليه كانت تنكتب اثناء. فادركني احد الشعراء قال لي انت مشروعك مشروع شاعر، ليش ما تكتب؟ بس تعلم الوزن ما يعوزك شيء، عندك كلام المرادف وغير المرادف وعندك مؤهلات لهذا الشيء. زين. فتحياتي لاخوي الشاعر عبد الواحد البدراني اللي شجعني على انه اكتب قصائد. يعني اسكن واحد بالعالم. أيوة، هو شاعر موروث يعني؟ احنا شو اقول لك، يعني عمامي كلهم شعراء. يعني لكن غير معروفين يعني على مستوى القنوات الفضائيه او المنتديات. بس انا انفردت انه حاولت ابرز بالقنوات. الوراثه واحده تكفي لان يكون واحد شاعر لو يحتاج انه يطور نفسه هو. لا اكيد الشاعر لازم يطور نفسه لان الوزن وبحر ولازم يعرف كل ذني، وبعدين يرجع انه الكلام موجود، يعني الكلام يقدر يصيغه الشاعر، لكن الوزن مو بكيف ولازم يتعلمه. صحيح. احنا سوالفنا هواي ان شاء الله وياك، بس احنا شوي رد نسمع شعرك بالبدايه. اي والله حاضر. اختيارك يعني. حاضر. عندي قصيده طبعا، هذه انا بالبدايه حاولت اوصلها من خلال قناتكم الموقرة. بعض مرات أستاذ العزيز، لمن صديقك يغثك إذا كان غريب ما تنغث منه، بس إذا قريب تنغث قوية حيل تحس بها يعني. فحدث موقف وأحد القرايب كان هو السبب يعني، فبعض القرايب مو القرايب بعض القرايب، فإجت قصيدة أقول: إذا عن المصالح تحكي وتقول، عاشر للي ودك دوم وقرب، أكو بعض البشر يرهم الكل شوياك ويماي العكر حتى لو ردت تشرب، وأكو بعض البشر بس بالوجه صاحب يتريق معاك يخونك المغرب، أكو يقول لك تدلل خلني ظهرك دوم لو صار الصحيح بساعة يقلب، وأكو صاحب صحيح وللشدايد حيد على ظهر المنايا الخاطرك يركب، وكو بس بالحكي خليني عد عيناك لا ماكو فعل بس بالحكي يطرب، واذا عن القرايب تحكي وتقول ترى سم القرايب يقتل العقرب، صحاك وقرايب زين ويا الناس لكن ويا اللي لو بساع يخرب، الحمام ما تجيك الا رجليك، قالوها اهنا والحكي مع الرب، واضرب لك مثل لا بالمثل مقياس وافعال الحقيقه مثالهم تضرب، يوسف وقعوها اخوته اقرب ناس معروف القضيه غيابه الجب، زدتوها ومشوا فوقها تهمه وذيب، حتى الذيب منكم ما بعد يرعب، وحقها الشجره من تعتب على الفاس، شيف اليد منها وبها تقصد، شيف اليد منها وبها تقصد. صح.
صح الحمد لله. صح لسانك. طيب غالب اذا اريد نحكي على الشعر بصوره عامه بالعراق. نعم. هل فعلا مثل ما احنا نسمع ب يعني تقارير او بقنوات فضائيه انه شعر هم بواسطات؟ يعني مثلا اذا اكو فد مهرجان شعري بمحافظه معينه. نعم. وانا المسؤول عن المهرجان، تمام؟ فاني ما راح اصيح او يعني انطي دعوه لاشخاص انا ما اعرفهم، بس لاصدقائي اللي معارفي. نعم. مو لشاعر مثلا يكون هو عنده الموهبه او الطاقه. نعم. هذا الشيء حدث ببعض المنتديات وليس العامه. حدث موجود هذا الشيء، يعني الواسطه انه رئيس المنتدى سوى مهرجان ويريد يبرز اشخاص اللي قريبين منه كعلاقه او قريبين منه كقرابه. ايه. فهذا الشيء موجود بس قليل، يعني ما ظهر بصوره على مستوى القنوات، يعني لان فشل، نهايته فشل. طيب شنو الاخطاء اللي دائما تكون موجوده بالشعر يعني بالعراق او الشعراء او المنتديات الشعريه؟ دائما تكون هناك سلبيات واخطاء يكون واحد يركز عليها او تكون موجوده. ست العزيزه، اكو اخطاء اللي هسه ظاهره جديده، طبعا هاي يعني حيل انوه عليها. صاير ظاهره جديده انه الشعراء بيناتهم يغتاظون، واحد يقول له انت سرقت من عندي قصيده او مفرد او كذا، فهذا الشيء ما موجود، موجود التوارد. أيه. والتوارد يعني هذا من زمان الشعراء موجود، اكو اذا ترجعين للتاريخ قصيده تشبه قصيده. هم قوم متعمدين بها، هذا ما معاصر هذا، لكن التوارد موجود. يسموها التوارد. التوارد نعم. أيه. فهذا ما يندل بهذا، يسمعها مني يقول هذا باقي مني، مو باقي منك. طبعا حتى صارت مشكله قبل كم يوم هاي المساله. واتمنى انه يعني يتحاشون هذه المساله ويكونون بعيدين عنها ويكونون اكبر من هذا الشيء هم. الكلام مو قليل، احنا هسه ممكن ازمه كهرباء، ممكن ازمه ماء، لكن مو ازمه كلام. مو صحيح؟ كلام صحيح. اللي ما عنده يعني موهبه واللي ما يعرف فيضطر انه هو يسمع. هنا بالنسبه لي انصح الشعراء المبتدئين واقول له يعني انت اكتب طاقتك، ما بيها شيء، انت صفط على الوزن وطاقتك، لا تنافس هذا اخذ مني وكذا. عيش واقعك انت، يعني كم قدرته يعني. يعني انت خلينا نقول مستواك وانت تطور نفسك شوي شوي، ما بيها شيء. اما المنافس اكو بعض يقول لك خالف تعرف. صحيح. هذا الشيء خطا انا اشوفه، يعني بوقتنا هذا. طيب. يعني خالف تعرف شنو؟ ما به اي نتيجه. فانت طور نفسك، وصل للمرحله بالعكس، لا تخالف، انت واصل ويا ربعك وكون متواضع وياهم. وشعار الشاعر لازم يكون بسيط، والمثقف بصوره عامه، البساطه هي كنز، يعني حتى الشعر السهل الممتنع يوصل للناس اكثر. اكيد. والا الشعر هو يعالج على المواقف، يعني عنده امكانيه يوصل فكره لهذا وفكره لهذا ويصالح ذات البين. فما من الممكن ان تجي تلاقي متناقض ويا خوي، فهذا شيء غريب يعني. طيب غالب ما فكرت بيوم من الايام انه الكتابات انت تكتبها او الشعر اللي انت تكتبه ترسله لمثلا مطربين بحيث يصير شعرك شعر غنائي؟ والله حقيقه ما جاء على بالي هذا الشيء، يعني انه اكتب قصيده واوصلها المغني. لكن جاء على بالي انه اكتب قصيده واوصلها للجمهور، يكون راضين عنها الجمهور. او الشخص المعني عندي قصيده اخرى، يعني احاول اوصل للجمهور اكثر من اوصل للفنان ويغنيها. زين. لان مباشره ما احتاج اكون فنان بيني وبين الجمهور. نعم. طيب سمعنا شيء؟ اسمعكم شيء. غزل ولا بعدين؟ اي كيفك؟ يلا غزل؟ يلا. انت من يعني اختيار برنامجك انه بس قصايد، بس راح اربط الجهير، تسمح لي يعني؟ شلون؟ اربط الجهيري؟ اي لا قصيده. لا طبعا انت لك مطلق. ايه الله يخليك الله يخليك. قصيده تقول اش ما نحكي عليك صدق مقصرين، وشنو وصفك قليل بحقك نشوفه، ما يقنع ابن ادم اش ما شاف، بس انت اللي يشوفك تنحسب شوفه. يا لعيونك زرق مثل البحر لو هاج، ورموشك سفن على الشاطئ مصفوفه، او بكل خد قمر شايل يضوي على الناس، وشمس دنياي منك حيل مكسوفه، ردت ارتاح منك ما افكر بيك، وقلت بل كنت بحلم اليوم ما اشوفه، وشفت روحك اجتني ولابسه ابيض طوخ، ثاريها على روح اليوم مسفوفه، صفقات وهلاهل ويدي بيد هواي، وبقلبي اقول ايش قد ناع مجفوفه، فزيت المنام وحلقي بسان كل بيد المخده وماسك الصوفه، يا ريت الحقيقه تصير هيك وياك، لكن كل شي قسمه وهاي معروفه، رحت مني واسمك بالقلب مطبوع،
وانا انتان الايام التمسح حروفه الكم يظل الوفا لبصم بحبكم حبر وادرس اصول العشق بيدين قس وحبر دحقي علي ارتميت وجرح اللي بقلبي حبر وصيرين من قسمتي لو لاخذك بالكون عند الله ماكو صعب مو عند اكون فيكون ارد اسالك يا ترف بالخلق كل الكون عيونك من الله جرك لو حاط بيهن حبر لا والله من الله جرك سلامتك سود والله العظيم طبعا عيوني لا لا جميل جميل استاذ العزيز طبعا والله هاي القصيده حسيت ممكن تتغني اذا تلحن اي صحيح بيها قصه يعني فكرة اكيد يعني قصيده يعني اكو قصيده غنائيه واكو هاك تغني الخليج اكو قصائد نبطيه ما يعني صعبه الغناء لكن يدبرون لها طور ويوصلونها للجمهور بصراحه ماكو يعني تلحن. ماكو شيء صعب اي اي قصيده اي والله والله انا اتمنى يعني الله يخليك ان شاء الله من ذوقكم هذا شنو تسالين؟ بدي اقول انه دائما الشعر الشاعر يكون ينتمي او يميل الى نوع معين من الشعر يعني اكو بعضهم دائما يكون الاجتماعي اكو الغزل مثل ما انت قلته فانت الشعر اللي دائما تحسه يستهويك ودائما تميل الى اكثر كتابه الى انت يعني انفردت بالقصائد الفكاهيه حقيقه انت قلت بداياتك كانت قصائد فكاهيه ودائما اوصل القصيده الفكاهيه بس اوصلها موضوع مو مجرد انه بشرح كجمهور يعني تعالج بها شيء علاج يعني قصيده اوصل الموضوع كامل بس الطريقه فكاهيه بحيث من تسمعها اذا كانت طويله ما تمل منها وترسم البسمه وتوصل الموضوع حلو شيء على شيء يعني كلش حلو هذا فبعض المرات شويه بعض البرامج شويه تحاشى موضوع الفكاهه لان قد يكون يقول لك هذا ما يقدر الا الفكاهه ما ادري ايش خليه يستخدم غير طريقه فمو ضعف بالعكس هو اصعب شعر شعر الهزل يسمونه صحيح ايه لكن انا اتحاشاها خاطر ما هم يقولون طبعا هالقصيده يعني قاريها تقريبا اكثر من مهرجانين ثلاثه واربع خمس امسيات بناء على طلب الجمهور يعني فاقوى قصائد غيرها نقراها ان شاء الله طيب شنو مشروعك القادم او شنو انت يعني فكرتك من الشعر هل هو مثلا باب رزق لو هي مجرد هوايه وهل انت عندك مشروع قادم كتسجيل مثلا لقصيده معينه او تطمح انه يصير عندك مثلا الشعراء اليوم صاروا مثل المغنيين يسوون فيديو كليب يعني اكيد انا طموحي انه بس اوصل الكلام اللي ما بداخلي الشعور اللي بداخلي اوصله للناس لان حلو من انت عندك شيء بقلبك وتطلع بصياغه شعر وتوصله لمقابيدك ويتالم مثل ما انت كنت متالم بهذا الموضوع اللي انت بيه تالمنا ترد بس يعني لا حلو من انت تفهمني صحيح آه فاكو من تقول له تحكي معانات ما تصل ما تصل المعانات اذا تحكي بطريقه قصيده يجوز يقول لك ايه افتهمتها هسه لان انصاغ الكلام بالشعر تعبير عن الذات يعني وايصال المعلومه أكيد. للاشخاص يعني ما فكر تشارك بهاي البرامج للهواة للشعر اكيد طبعا كل شعر انه كل شعر لا تقولي كل شعر هدفه الشهره صح لازم يعني كل الناس احنا اغلبيه الشعراء اللي هم يعني من ضمنهم انا خلينا نقول طارق باب اخوي قلت له انا احب ان اكون ضيف برنامجك شرف انت الشرف الله يخليك فهذا شرف لي واعتزازي وهذه امنيه هم حققتها اني طبعا وجدت لي جاي وجوكم الطيبه والحلوه اي والله انا سعيد جدا اي والله وقبل فتره انا هم كنت ضيف برنامج خيمه وقصيد واستاذ فهم الزرزور تحياتي رجل طيب وتحياتي يعني انت مقرر ان تشارك بهذه البرامج اذا صحت الفرصه اشارك وابحث عن المشاركه توفيق طيب نسمع شيء بعد من عندك يلا. على اختيارك طبعا حاضر طيب حتى فكاهي ترى يعني انا بصراحه يعني شفت هواي شعراء انا حتى البرنامج ما سمعت البرنامج انت متابعه يعني بكثره يعني لكن هو برنامج صباحي فما يرحم قصدك لا بالعكس البرنامج الصباح لازم تستفتح بضحكه يلا بابتسامه يلا من تستفتح بعقده وقصيده محزنه انا عندي قصائد حزينه طبعا بشكل يعني تناغم بيني وبين نفسي يعني قصائد فكاهيه وقصائد حزينه لكن دائما برامج صباحيه البرنامج الصباحي يحتاج الضحكه وابتسامه دائما من يجينا الشعراء الصبح وجه الناس معكض وقصيده حزينه تبكي لا زين حلو انت متابع تعرف شنو سياق البرنامج لا اكيد قاعد تسمعني على انت متابع قصيده طبعا كتبتها على لسان شخص ها مو على لساني لان اغلبيه الشعراء يقولونها قصيده على لسانك هي فكاهيه حقيقه بس راح تفهم الموضوع ان شاء الله يلا على لسان شخص تكرر مره ثانيه لان استاذ احمد يقول الحاجم الاختراع الحاجم الاختراع فمو اختراعي اختراع بس مو حاجتي زين فاقول نايم تال الليل
نايم تالي الليل واشخر لمن ارتاحت لوق الشخره، نوم تفجري وهم ما عنده وما محتار فلسه وقصره، شو لحظه ولن واقف طولي وبين كتوف سكت بدفره، حسبال امريكي مداهمنا خايف قم تلطم بالعشره، مدري امريكي مدري المخبر من الياخه وجرنا البرة، شو فتحت ولن هالحرمه وقالت انها صارت عشره. قلت ايش بيك مضيع الرحمم يبس الخشه وعينك حمراء، قالت همنك عين وتحكي واني من فقرك متدمرق ومتسوق جاع اطفالك، اوف من العيشه قد مره حظ النسوان قد جاعد واني حظي عاثر عثره، ومرت الشايب احسن مني وما واسيت العدهن ضره، وفوق الضيم قالوا عاشق ويخبرنك تسعه وعشره، قلت له هسه وين نعيشش قابل بالمنطقه الخضراء، صح ساكن ايجار ولكن باشر بيت بجنن عمره، لا دش اكو لا غساله بس غيرش عايش بالصحراء، وميش حارب لا ثلاجه من الله يسهل، ناخذ جره وغرفه نومش لنا بيها، وبيتش عرضه ما بي متره ناخذ غرفه نطمري بيها، واني ولش نتشر برا وبنكات المن ماكو كهرب، وربش هو الخالق حره والمن قيزر ماكو مي، وحتميش على الشمس مفوره ايودي بالشمس وجدت ويطيب الراس من القشره، وكافي كل اسبوع بوجبه مره بخبزه مره بتمره، وما راح افضل هالوضعيه وربك لازم ينزل امره، امشي سمعت القائد صرح تصريحه يمكن على الحره، فدراليه تصير الموصل يعني ما يظل مثلي فقره، لكن عين الموصل تبكي مشتاقه تريدها للبصره. سلام الله الله يخليك. شلون تقول انه بالعكس كلش حلو صراحة. الله يخليك الله يخليك، مو التميز انا برايي الله يخليك، انت تاخذ يعني فد منحى معين او نهج معين يعني. والله هو هذا اللي انا الشعراء الغربيه نسمه الحسكه لاهل الموصل نسمه الغربيه، يعني هو هذا يعني بيئتنا ننظم قصيده على الجار الضحكه ونحاول يعني نصنع التعليله بضحكه وسالفه بعدين عن الحزن. ورغم انه احنا بيئه يعني انا فقدت اخوتي اثنين يعني، لكن دائما احب اكون قوي وبعيد عن الحزن ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يخليك. غالبا انا خلصت اسئله بصراحه، بس اذا عندك مثلا فشي تريد توجه الجهات اللي هي مسؤوله عن يعني رعايه الشعر ورعايه الشعراء سواء بالموصل او بعموم العراق، وهل هنالك دعم يقدم للشاعر العراقي لو انتم مهرجاناتكم وقصائدكم ورحلاتكم وجياتكم هي مجرد على نفقتكم الخاصه؟ وهل هي الدوله فعلا مخصصه مبالغ معينه بس لما توصل لاشخاص معينين ما يوصلكم شيء؟ حلوه هاي. اي هاي اي تختصر هواي كلام. هاي من الاخ جيت انت. اي لانه ذاك شو هاي نص ساعه لازم. عجبتني هاي. انت جاوبت. حقيقة هي الشريحة المثقفة الموهوبة الشعراء والرسامين والنحاتين وما شابه ذلك يعني هاي كلها مهمشة للأسف. يعني اليوم تقريبا 8 سنين المنحة السنوية اللي هي للشعراء والباقي المواهب. منحة سنوية اذا اكو 8 منح يعني. 8 منح. مو صحيح. ولا منحة ما جتني وهي مليون دينار ترى كلها مليون دينار كل شعر. يعني هسه تطلبهم انت 8 ملايين. بس اطلبهم بس يعني بس بالكلام. لا غصبا عنك تطلب. وين؟ زين. هي حقوق الاسطيرة. زين. من الاسف يعني. طبعا كم واحد انتم هناك؟ لو يعني ما تعرف العدد. يعني عدد الشعراء؟ الشعراء مثلا والله التقيس يعني المنتدى مالنا 150 واحد، واذا نقول هم 4 منتديات على 150 ما نقول اكثر، هم اكثر طبعا اكثر كعدد اكثر، بس احنا نقول 150 وشيك انت يعني بال 500 شاعر على مليون دينار بس سنه وما اتصلوا. يعني انا مو قد رياضه بس 5 8 8 يعني ما فاشلكم انتم يعني. لا بعيد عن شغل ما له علاقه بالرياضيات. ما انا بالرياضيات انا فد مر بعيد. اوه انا اصدقاء اكره ماده عندي الرياضيات. اصدقاء لا عندي. ثلاثه اتفقنا. وانا ارقام شويه ما يعني هاي قد ما عاليه ما اعرف احسبها. حتى لو عدد عدد. فلحد الان ما استلمناها ولحد الان الشعراء هم يجمعون بيناتهم على 2000 دينار 3000 دينار زين ويكونون ايجار الشقه او القاعه يعني هذا الشيء. يعني والله بالرغم من هذا كله الضعف انه احنا نريد نعيش نريد نطلع طاقات اكيد لازم هم يستغلون يعني الحكومه ولا يعني المسؤولين عن هذا الشيء لازم يستغلون فراغ الشباب. اي صح
ولازم يدعمون الانسان الموهوب الشاب الموهوب، لان اذا ما هم يدعمون ما راح يدعمون، ليش يحس بروحه مغبون؟ صحيح. ليش هسه من تطلعين الى هاي الدول المجاوره العربيه الشاعر له سياره كل سنه زين، يعني هذا موجود مو يعني هسه احنا نشوفه شيء غريب لكن هو مو غريب، سياره ودعم يعني منحه مليونين ونص او ثلاثه وراتب شهري وقطعه ارض، احنا ما عندنا المنحه مليون دينار وما اتصلنا، مو احنا ما مشكله هسه بس خلي يوصلونا في الشيء منها حتى نصل انه بس ندفع ايجار القاعه حتى الشهر يرتاح يقعد بقهوه يدفع مال مال الشاي ما عنده، انا مش عن كلامي ها ماكو هاي ثمان سنين لحد ما وصل له دينار نتمنى ان الحال يتغير يا امين امين. شكرا لوجودك يعني الله يخليك الله يخليك ولي الشرف واعتز بكم والله واهلا وسهلا بك.